ثابته. صبر المحمدي باش ينفذ المخالفه. يتقدم للتنفيذي في القائم الثاني. اوه اختير الكره في الركنيه. اختير الكره راسيه ممتازه من صديم بن عزيزه والتصدي والتالق من حمدي الكسراوي. هاي الاعاده راسيه صديم بن عزيزه كانت في طريقها للشباك وحمدي الكسراوي منع فريقه من هدف محقق من هدف التعادل. تتنفذ الركنيه قصيره صابر المحمدي. مروان الغول البحث عن توزيع تسديد والكرة في الركنية وممتاز حمدي القسراوي في هذه اللحظات يمنع فريقه من زوز اهداف الى حد الان بعد رأسية صديم بن عزيزة ثم التسديد في مروان الغول في الكرة الأخيرة ولا تصدي من حارس مرمى الملعب التونسي. فازت الكرة ركنية أخرى لصالح الأولمبي البيجي. صابر المحمدي قصير المرة هذه والتدخل من حاتم البجاوي لحظات صعيبة على دفاع